ناس دحين كويس الناس سامعه معايا يقول لك اه احنا مش هنعمل جو، نعمل تميز مؤسسي. شيء غريب، ما نبغى خلاص غيرنا اسم الجوده للتميز اداء مؤسسي. يا عمي الجوده طريق للتميز المؤسسي، قد ايه نقول؟ ما يمكن تعمل تميز مؤسسي اذا ما كان عندك الجوده. انت التميز المؤسسي هو عباره عن داشبورد اداري وقيادي بيقول لك انت فين على المستوى الاداري والقيادي، بس على مستوى الكواليتي هو المهم. الفاريشن عندك ومستوى الديفكت في البروسيسز والكيبيبيت هو عندك الخطير. اذا كان ده في مشكله كيف حينعكس على الاكسلنس؟ مش ممكن. ناس كتير يقول اه الاكسلنس، يا اخي الاكسلنس هو نهايه المطاف، والحمد لله حقون الاي اف كيو ام فرحونا بنهايه 2019 غيروا لك النموذج، خلوا لك هو نموذج استراتيجيك مانجمنت، الحمد لله حدفوا لك هو في ناحيه ثانيه. لانه انطباع الجوده جزء مهم في موضوع الاداء، انه هو الاتساقي، ما له علاقه الثقافه، ما له علاقه الوزاره، ما له علاقه الاداره، انت كيف فاهم الكواليتي بتطبقها. الجوده في قلب كل مؤسسه اداء. فيعني مش عارف اذا كانت الرساله وصلت ولا لا. شكرا بروف. في سؤال بيقول كيف نحقق التكامل بين التخطيط الاستراتيجي والتخطيط التشغيلي؟ بروف في سؤال بيقول كيف نحقق التكامل بين التخطيط الاستراتيجي والتخطيط التشغيلي؟ لما طرحوا السؤال ايش هو التخطيط الاستراتيجي؟ اللي قدر يجاوب ولا 25 ولا 28%. 28% واقل. ليه؟ انا احصائيه وريتك كيف في البرزنتيشن، هذا مش انا جايبها، ديمينج وكيبلين جابوه. قال لك 28% بس اللي يفهموا ايش هي الاستراتيجيك بلاننج حق المؤسسه ويناقشوها، اقرا ارجع لها. طيب اذا نحن نتكلم عن ايه؟ نتكلم عن اوبريشنال استراتيجي. حينما وده الاسهل لانه زي ما قال لك المدير بيتكلم عن مشاكل والمشاكل اوبريشنال. لانه هي دي قدامي. انا ما ادري بكره بعد بكره ايش يصير. يعني خلينا على الشورت تيرم وسيبك من اللونج تيرم، لانه الشورت تيرم انا شايفه. بس اللونج تيرم انا ما ادري عنه. الاشكال لو هنا شوف الاشكال فين يجي. حينما تتحول الخطه التشغيليه الى خطه استراتيجيه ماذا يحصل؟ عيد السؤال ثاني. حينما تتحول الخطه التشغيليه الى خطه استراتيجيه هذا اللي حصل. ليه؟ لان اسهل، انت شايفها ملموسه قدامك، فانت تحولت. لان الخطه التشغيليه موجوده فين؟ في الميدل مانجمنت. الإدارة المستعدة الوسطى ادونا خطتكم حولناها الاستراتيجي، هل هي دي الاستراتيجي؟ لا، هذه الاوبريشن استراتيجي. بس المدراء والناس اللي بيشتغلوا يحولوا الاستراتيجي لانها اسهل، لانها واضحه، لانها تحت يدنا. الخطه الاستراتيجيه ابعد لان اتس فيجن، هي تصوريه فايف اوفر فايف ييرز بنتكلم. يعني مش كل يوم حدث غير متوقع، مش كل يوم نبغى نفكر يعني. ولذلك الاثنين مختلفين 100% كلنا في العالم كلنا عارفين. طب مختلفين في ايه؟ وحيجتمعوا مع بعض في ايه؟ والمطبق ايه؟ الخطه تتعامل على مسطره ونعمل ميجر نقدر نعرف التشينج حصل فين بالضبط، لان لا نريد ان نضع ان المتهم هو الكي بي اي. يعني دحين كل واحد يعلق المشكله يقول لك والله المؤشرات هي فيها المشكله. احنا جربنا بس المؤشر هذا هو السبب. ما له علاقه بالمؤشر ولا علاقه بالخطه ولا علاقه بالوزاره، الخطه موجوده. الخطه قالت لك النوايا ايش بتسوي؟ انت كيف نفذتها قصه ثانيه. يعني زي مدرب الكوره هو يديك التعليمات. كل الفريق ما طبق التعليمات وما سجل هدف هذه قصه اخرى. ليه؟ لانه على ارض الواقع المتغيرات مختلفة. التنظمة والتشغيل يعني هناك تحديات في التنفيذ. قياس عشان كده بنعمل قياسات أداء كي بي آي قياس مؤشرات قياس أنواع وليس نوع واحد والناس تغلط كده ونوع أبدا. هناك كمية ونوعية وكمية ونوعية. يعني مثلا كمية مثلا الكمية زي مثلا زمن تايم الوصفية زي رادي غير رادي. ف
اي شيء ديسكريبتيف، لانه مش كل شيء اقيسه. مثلا في الطيران الاقلاع في الوقت المحدد مجر، هذا كمي. طيب رضاء الراكب عن خدمات الرحله، هذا وصف. طيب كيف كمي وصفي على معيار القياس؟ الاقلاع والوصول والسلامه اخذ رقم واحد. على مقياس الخدمات الارضيه تتغير خط، تتغير خطوط الطيران. يعني تخيل مطار لوس انجلوس او مطار نيويورك، كم شنطه توصل في المطار ده؟ ملايين الشنط. كم معدل الديفيشن في قياسات فقدان الشنط؟ فلما تسال ركاب على الموضوع ده الخدمات الارضيه، تلاقي الريت غير الريت على خدمات الطياره وخدمات السيفتي. فالكي بي ايز تختلف بطبيعه الحدث والموقع والنشاط، وانت تبغى تقيس ايه. لذلك ديمين كلمته رائعه لما قال لك ريديوسينج فاريشن، تكلمت عن البرفورمانس والبرفورمانس مانجمنت. وضح السؤال، كنت اسال عن تعميم ترجمات وزاره الصحه مثلا عدم الوقوف على الاختلاف الثقافي بين المناطق والنظر له بعين الاعتبار. يعني مثلا قصده يعني مثلا وده كلتشر ديفرنسز داخل الوزاره من فرع لفرع من مدينه لمدينه. كيف اعتقد انها من المشاكل في عدم نجاح على مستوى كي بي اي خطه الوزاره وتعطيل تقدمها وتاخيرها. فتلاقيها مبدعه ويعني محققه سكور عالي في بعض المناطق، ولكن في مناطق اخرى السكور واطي شويه. ما احنا قلنا الكلام هذا الكلام يؤكد انه اختلاف الدايفرسيفيكيشن في الليدرشيب ستايل وطبيعه المنطقه مش اختلاف، مش المنطقه ما لها علاقه. صحيح. يعني مو معقول الجودة تكون في ألاسكا شيء وتكون في جوهانسبرغ شيء، مستحيل، ولا في نيوزيلندا شيء. الجودة هي الجودة، لكن الاختلافات في فهم الناس والوعي وقدرتهم على الأدابتيشن. احنا ننسى انه الهيستوري تبع الجودة يختلف باختلاف الأفراد وباختلاف علمهم وباختلاف معلوماتهم، وهذا وارد. يعني حتى مش بس على مستوى الوزارة، على صعيد الصناعات في صناعات متقدمة جدا في تطبيق الجودة، وفي صناعات بالرغم من الصناعات وبالرغم من مصانع لقيها في عندها فشل واقعي في تطبيق الجودة. حتى على مستوى بعض القطاعات من الدول المنتجات اللي جينا بتلاقي فيها مشاكل في منتجات فيها، وبيحصل لها فحص وبيحصل لها ريجكشن. هذا وارد. لا يعني الاختلافات واردة جدا على مستوى الوزارة، على مستوى الإدارة، على مستوى الكلية، على مستوى القطاع. ليه؟ لذلك ديمين كلمته رائعة لما قالك reducing variation. ما إن عشان كده إن لازم يكون الخطة تتعامل على مسطرة ونعمل ميجر، نقدر نعرف التشينج حصل فين بالضبط